فضيلة الشيخ. نعم. هناك المخيمات تكون في البرية مثلا. إيش؟ المخيمات. نعم. تكون في البرية. يعني كم المسافة التي يعني يعبرون يعني بعدم طلب الماء إذا عدم الماء وتيمموا؟ الذين يكون في البرية المسافة التي يعذر إذا كان أناس في البرية وليس عندهم ماء فإنهم يعذرون بالتيمم إذا كان يشق عليهم طلب الماء، والعبرة في ذلك العرف، يعني ما جرت العادة أو ما قال الناس إنه بعيد فإنه بعيد، وما قال الناس إنه قريب فهو قريب، يعني ليس في حد شرعي. يعني شيخ 10 دقائق مثلا بالسيارة، 10 دقائق. 10 دقائق السيارة بعيد. بعيد؟ هنا لا سيما إذا كان الطريق رمالا. نعم.